ابوك تلقى مشير بو شال تراب من صباح ربنا عشان الزرع ما جابتش. ما جابتش؟ ايوه ما جابتش. يما تعبنا السنه كلها عزق ويعمل الراجل ده ما يعرفش حاجه خالص. ما يعرفش يا عم، ما يعرفش حاجه. هو على ميزي كله. هو اللي ما يعرفش حاجه. الراجل المكسوره ده ابويا. من يوم ما ولد من يوم ما خلصت حاجه. ابي قال لك يعزق الزرع يا. يا عم انت راجل مش تمرن فيك حاجه ليه؟ طب لما تنزل تحت عشان مش هطول. يعني انا السنه كلها تعبان معاك على النعمه يا ابني. قاعد يا ابني ليه النهار كده؟ اضرب بعد من عندك. خلاص موج. خلاص خلاص خلص يا. اه يا عم قرفتنا في عشتنا الواحد خالص زاد يشتغل يا يا اخي. من الصبح ما جبت لناش لقمه ولا حاجه وعايز نشتغل يا اخي. على الطريق يا اخي الواحد قرف يا اخي في العشه دي. هات لنا لقمه روح اشتغل. طب يلا واحد من الصبح عمال يفوش ويعمل. خلص والله العظيم هكسر حالي. طب روح هات لنا لقمه. ايش هتاخد اجر؟ ايه رايك النهارده؟ طب روح هات لنا لقمه بس. طب يلا روح عشان المحشي طيب في دلوقتي. اقول لك يا عم الحاج اقول لك ايه زهريه اعلان بغير ربنا الوقت. طب يلا بص المعشم خل وريك ايدي يا عمي. خلص الدماغ عزام الحاج. اقفل يا عم الحاج. اقول مر عايزين الصوت. واخدين اجره ولا نايمين؟ يلا اقفل يا عم. اجره تقفل يا قروش. تقول اجره ها؟ بعدين يلا انت عاوز ايه يا جساك؟ طب يلا طيب شغلك مش ماشي. لا ما انت واقف. لا مش واقف. ما لما اشغلهم اهو اما اشغلهم.